ماشي مرت عمي، كيف أمي مرتاحة؟ أي نحن هلأ وصلنا على اسطنبول. قال المشفى معبى صحفي. حلو. الحمد لله على السلامة يا بيك. الحمد لله على السلامة. كيف وضع المدام هلأ؟ المدام وضعها كتير منيح. يلا يا جماعة بخاطركن. يلا بخاطركن. الله معكن. ولساتن عم يكذبوا وعم يفتروا لحتى يكسبوا الرأي العام معهم، وبكرة بتظهر الحقيقة والكل رح يكون مديونين إلنا باعتذار. يا تعوا شوفوا مين فيها. منيح اللي ما التقينا فيهم. أكيد هلأ عم يكذب عليهم. أكيد. يلا خلونا نمشي. يلا لما امشي. ست ميسر تعالي اطلعي معنا. انت منيح؟ سيرين بعتت لي صور. فيني شوف الصورة؟ ايه طبعا. الحقيقة رح تنكشف قريب، ما بيصح إلا الصحيح بالنهاية، وكلكم رح تكونوا معنا وقتها. واليوم رح نعمل مؤتمر صحفي بالمشفى، وهنيك رح جاوب على كل أسئلتكم بكل رحابة صدر طبعاً. وهلأ بعد إذنكم بدي روح لعند مرتي على المشفى، وأنا بتشكركم كلياتكم، الله يعطيكم العافية. سليم بيك ممكن سؤال؟ سؤال واحد بعد إذنك. ممكن سؤال؟ سليم بيك قول أن أولادكم هن اللي عقدوا عليا. لحظة لو سمحت سيد سليم، بس سؤال واحد. هلا صار دورنا، رح فرجيهم مين نحن. تحرك يا ابني بسرعة. رشاد بيك، رشاد بيك.